أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. وصلنا إلى منصوب من المنصوبات، ألا وهو المنادى. قال: المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة الغير مقصودة، والمضاف والشبيه بالمضاف. وأقول: المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله مطلقا، وفي إصلاح النحاة المطلوب إقباله بيا أو إحدى أخواتها، يا أو إحدى أخواتها، وأخوات يا هي الهمزة: أزيد أقبل، وأي نحو أي إبراهيم تفهم، وأيا نحو أيا شجر الخابور ما لك مورقا، كأنك لم تجز على ابن طريف، وهيا نحو هيا محمد تعال. ولسهولة حفظ أدوات أو أخوات يا تقول بالبداية الهمزة، ومن ثم يا، ومن ثم جمعها تصبح أيا، تمام، ومن ثم هيا، تمام، ومن ثم أي، بسهولة حفظها. ثم المنادى على خمسة أنواع: المفرد العلم، وقد مضى في باب لا. مفرد العلم المراد به ها هنا المفرد، لا مضاف ولا شبيه بالمضاف. لا يراد ها هنا في قبال المفرد المثنى والجمع، لا، في قبال المفرد يراد به ها هنا أنه المضاف أو شبيه بالمضاف. وقد مضى في باب لا تعريف المفرد، وقلنا أن المفرد لا مضاف ولا شبيه بالمضاف، ومثاله يا محمد ويا فاطمة ويا محمدان ويا فاطمتان ويا محمدون ويا فاطمة. النكرة المقصودة وهي التي يقصد بها واحد معين مما يصح إطلاق لفظها عليه، نحو يا ظالم، تريد واحدا بعينه. النكرة غير مقصودة وهي التي يقصد بها واحد لكنه غير معين، نحو قول الواعظ يا غافلا تنبه، فإنه لا يريد واحدا معينا، بل يريد كل ما يطلق عليه لفظ غافل. المضاف نحو يا طالب العلم اجتهد، الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه أو لإتمام معناه، سواء أكان هذا المتصل به مرفوعا به نحو يا حميدا فعله، أم كان منصوبا به نحو يا حامد درسه، أم كان مجرورا بحرف جر يتعلق به نحو يا محبا للخير. صيغة سؤال شبيه بالمضاف موجودة ها هنا، صيغة السؤال، تعرف كيف يأتي السؤال؟ أم كان منصوبا به نحو يا حافظا درسه، أم كان مجرورا بحرف جر يتعلق به نحو يا محبا للخير. قال ابن عجرون: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة، الآن يبين حكمهم الإعرابي، فيبنيان على الضم من غير تنوين نحو يا زيد يا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير. وأقول شارح أو مؤلف الكتاب: إذا كان المنادى مفردا أو نكرة مقصودة فإنه يبنى على ما يرفع به، إذا كان مفردا أو نكرة مقصودة، فإن كان يرفع بالضم فإنه يبنى على الضم نحو يا محمد يا فاطمة يا رجل، هذا حكمهم الإعرابي، ويا فاطمات، وإن كان يرفع بالألف نيابة عن الضم وذلك المثنى فإنه يبنى على الألف يا محمدان يا فاطمتان، وإن كان يرفع بالواو نيابة عن الضم وذلك جمع مذكر ثاني فإنه يبنى على الواو نحو يا محمدون، وإن كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه ينصب بالفتحة أو ما ناب عنها نحو يا جاهلا تعلم، ويا كسولا أقبل على ما ينفعك، ونحو يا راغب المجد ائمن له، ويا محب الرفعة سابر على الساعي، ونحو يا راغبا في السؤدد لا تبجر من العمل، ويا حريصا على الخير استقر.
هذا وصلى الله على النبي وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين.